شمال البصرة، معمل القرنة ومعمل ثغر العراق. اليوم احنا مسويين اضراب ما نحمل الحين تنفيذ مطالبنا. اول شيء هاي مال تروح تحول ملكيه يقصك مليون ونص، بويا هاي شنو بويا هاي تحويل ملكيه؟ زين انا جاي احول تاخذ من عنده فلوس هاي على شنو؟ هاي خلصنا منها. الوكيل صار عنده ظرف يعني 7 ايام ما حمل، 8 ايام ما حمل طقه 100,000. هاي اثنين عندك شغله الجي بي اس، احنا الجي بي اس رافضينها ما نريد هاي شغله الجي بي اس. ناس ما عدت شلون انا اروح على النت، الناس احنا ارياف وعشائر، كي كارت ما عدتهم. هاي هم ما نريدها. شغله الضريبه عندي انا 500 دينار ارباح بالدوله، هاي ما جاي تعطيني اياها من 2013، انا هاي جاي يقصني ضريبه هواي بالسنه جاي يطلع علي مليون. انا هاي ال 500 لو يلغيها لو يحاسبني على شيء بسيط، لو يعطيني الارباح مالتي. احنا وكلاء معمل بوابة البصرة اليوم تضامنا مع وكلاء بالعراق كافة، تحميل ماكو ما حملنا. احنا عندنا مطالب، المطالب ما جاي نبذونهن. اولا انا وكيل كان اقطع القطع ب 180 دينار ولي نقله بكل تحميله احمله، هسه حاليا صارت القنينه ب 5000 دينار اتشالت النقلات مالاتنا. ثانيا القناني كان ينطوني قناني، هسه قناني انا من يمي، سياره من يمي، غازي من يمي، عامل حاط ب 15,000 دينار، وتالي ما تالي فرضوا علي ضريبه سنويه وضريبه تكسر الظهر. اجت حطوا لهم شركه جديده، شركه تبادل، اول ايام حاطين يمي واحد يقطع لي والشغله منوره وبسيطه، وتجيني كل ما احمل تجيني رساله بالتليفون مالي. هسه انشالت الرساله، تولي الرساله، اقطع 3 قطعات، احمل قطعين، القطعه الثالثه اجي القى نقص اموال، اروح انا القى نقص 12 13، وين راح انا ما حد يدري.